السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غفر الله لك شيخنا. ولك يا أخي الكريم. أنا طالب في معهد يا شيخنا، وطلب من الباشمهندس إننا كلنا نجمع 130 جنيه لماذا؟ نعمل مشروع. فوكلوني أنا وواحد معايا إننا نلم الفلوس ديت ونجيب حاجات المشروع مع الباشمهندس. واحنا بنجيب الحاجة، الباشمهندس خد مني الفلوس، وتقريبا جبنا بنص الفلوس بس الحاجة، ونص الفلوس الباقية خدها في جيبه وما جباش بيها حاجة. ولما قلت له ادفع منها قال لي انا هجيب بيها حاجات تانية، وتقريبا كده مش هيجيب حاجات يا شيخنا. كنت كم واحد؟ عليا وزن كم واحد؟ احنا تقريبا 60 واحد لمين 60 واحد لميته 130 جنيه. من كل واحد 130 جنيه. من كل واحد 130 جنيه. مبلغ كبير. ومني انا 130، ومن صاحبي حتى اللي لامم معايا التاني ده 130 جنيه. لمين تقريبا حوالي 7000 جنيه. جبنا حاجات على ما اعتقد، يعني تقريبا هو واخد في جيبه 2000 وشويه. ولما انا قلت له ادفع منهم قال لي انا هجيب بهم حاجات تانية. دي ده مهندس ايه؟ هو مدرس في الورشه. ورشة الصناعة، يعني ورشة الهندسة. طيب والمطلوب السؤال ايه؟ ولا هو انا حرامي؟ علي انا ما هو هو كده يعتبر نصب علينا يا شيخنا. لا انا كده شايل وزن. بين لزملائك وخلاص، بس اقول لهم ايه؟ قول لهم يا جماعة الحاجة اللي جت ما تسويش هذا المبلغ إذا أنت متأكد. طبعا احنا اللي انا كنت معاه واحد حاجه خلاص كلهم كده، بلغ والسلام عليكم.